يصادق أصحاب البصمات المتميزين ولا يصادق المنحرفين؟ إذن كله سيتأثر، ستختار لك قدوات أصحاب بصمات، سوف تختار علاقاتك وأصدقائك من أصحاب البصمات، ستختار من يدعمك لتكون صاحب بصمة، فكرك، قراءاتك، الكتب اللي تقرأها، ستقرأ ما يؤهلك لتكون صاحب بصمة، كل شيء فيك يدفعك لأن تكون صاحب بصمة. هذه قولة الدكتور بشير الرشيدي، قولة رائعة أعجبتني، يكتبها الدكتور بشير الرشيدي في كتاب صغير جميل جدا اسمه اكتشف ذاتك. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، اكتشف ذاتك، في مراجع الدكتور بشير الرشيدي، اكتشف ذاتك، كتيب صغير في حجمه عظيم في مضمونه، دكتور بشير الرشيدي، ممتاز. هذه الصورة الذاتية، إذا اتفقنا كيف نبني هذه الصورة الذاتية الإيجابية، ثبتها، حدد غاياتك، شوفوا الصورة الذاتية، شايفين الصورة الجميلة؟ شايفين الصورة الجميلة؟ شوفوا كيف شايفة نفس هذه البطة، طول وشكل ولون وقوة، شوفوا الصورة الذاتية جميلة، صح؟ هذه الخطوة الأولى، قلنا الخطوتين، الخطوة الأولى ما هي؟ المتن العليا، الخطوة الثانية ابني صورة إيجابية، الخطوة الثالثة تقدير الذات، تقدير الذات في ثلاث خطوات. إذا أردت أن تقدر ذاتك فعليك باتباع خطواتك ثلاث. الخطوة الأولى تقبل ذاتك كما هي. معنى تقبل ذاتي؟ تقبل ذاتك، لا تقول أنا يعني أتقبل ذاتي لو ما اشترط شيء، تقبل ذات كما هي. سعادة الإنسان في تقبله لذاته أين؟ تقبل لونك، وزنك، شكلك، طولك، أيا كان. ولذلك إخواني أخواتي، أنا والكثير منا من يشتغلون في الجانب العلاج النفسي نعتقد أن كل إنسان يعاني من مشكل نفسي أو عضوي في الغالب مشكلته العميقة تقديره لذاته. ناس يصلون للاكتئاب والحزن الشديد وغيرها بسبب تقدير الذات، ناس تعيش حياة الضنك والبعد عن الله وغيرها بسبب تقدير الذات، بس لي ما يزك من خيرنا، سبب تقدير الذات. مشكلة العصر تقبل الذات، ناس عندها مشكل ما متقبل ذاتها، اللي وزنه زايد أقنعوه مسكين توزنك زايد وراح تصب كثير من الأمراض وكذا، وبعضهم يمارس عليه نوع من العنصرية. لذلك اللي عنده وزن زايد حتى الملابس ما يجدها إلا بصعوبة، بعض النساء اللي وزنها زايد حتى المناسبات ما تروح لها، ليش إيش ألبس؟ ليش ما في؟ حتى لو وجدت يعني لباسي ما يمشي. فأصبح عندنا مشكلة تقديرنا لذاتنا، تقبل ذاتك كما هي. جاتني أم، أنا كاتبة في الكتاب تجدوه في قصة ابني دب، أم مشاري جاتني وجايبة معها مشاري، تقول دكتور أنا جايبة لك ابني مشاري، ماني عارفة كيف أتعامل معه. خير ابنها ما شاء الله يعني ناضج، شنو مشكلتك مع ابنك؟ يعني يريد تغيير المدرسة ثالث مرة في سنة واحدة، ونحن على أبواب الامتحانات النهائية وما يريد يذهب المدرسة، يقول غيروا المدرسة. ليش؟ لأن المدرسة الأولى والثانية مسكين مشاري عنده اسمين فقط، دب وفيل، داخل يقول لي دب، طالع يقول له فيل، دب فيل، يا دب تعال دب فيل، ومسكين داخل معاهم يضرب هذا ويصرخ على هذا ويشتكي، ويوميا داخل في أزمة، مشاري وزنه فوق 100 كيلو وعنده مشكل يقول لي دب فيل. وبعد دكتور أنا والله يا اسمع هذا الولد أخذته الدكتور أول نفسي ما نفع، أخذته الدكتور تغذية ما نفع، أعطاه تغذية كذا ما نفع، أخذته الأخت معالجة قالت لي استرخي نام سكر عيونك طير، تخيل أول ما قالت لي طير فتح عيونه، وين يطير وزنه 100 كيلو يطير؟ ما يطير، ما رضى يطير، ما نفع معاه التنويم. فايش ينفع معاه الحين؟ الولد عنده مشكل، شنو مشكل؟ ليس المشكل في وزنه، ولكن اللي حاول يعالج مشكلة الوزن بالتغذية ويا مشاري، واللي حاول يقنعه مشاري تم بالتغذية ومارس رياضة ما نجحوا، بس المشكل الولد لازم يقدر ذاته، يتقبل ذاته كما هي. قلت لي تعالى، قلت لها أختي أقول لك العلاج ممكن يكلف، قال دكتور ما يهمني أهم شيء ابني، أنا مستعد أدفع أي شيء. لا لا تعرفين التكلفة بالكويتي، تعرفون 100 فلس ماذا تعني بالكويتي؟ 100 فلس يعني مبلغ بسيط، ما تشتري بماء، هذه زوجة ماء ما تشتري 100 فلس. فقلت لها تقريبا راح يكلفك في حدود 100 فلس، أقول 100 فلس وإذا بمشاري أنا جالس هنا
وأمه جالسة عن يميني ومشاري جالس آخر الغرفة هناك على كنبة جالس بعيد وهو يطالعني في الأول بالشكل هذا. أول ما قلت 100 فلس انشرح وبدأ يطالعني ويبتسم يضحك، قلت الحمد لله على الأقل ابتسم. 100 فلس يعني هذا دكتور ولا مجنون؟ في واحد ياخذ 100 فلس؟ لا لا 100 فلس. قال الدكتور تقصد 100 دينار؟ لا لا اقصد 100 فلس. كيف 100 فلس؟ في الكويت عندنا سوق اسمه سوق بومياء، كل شيء ب 100 فلس. قلت له روحي اختي السوق هذا ولا في اي مكان واشتري لابنك ب 100 فلس مرآة. ومرآة يا مشاري خذ المرآة هذه وحطها في جيبك وروح للمدرسة. أول ما حد يقول لك دب أو فيل طلع المرآة وطالع شوف، إذا شفت دب أو فيل عنده خرطوم عندك أمامك خيارين. أول ما تشوف دب أو فيل في المرآة عندك خيار، الخيار الأول أنك تمسك اللي قال لك وتطق وطق، والخيار الثاني تتصل بأمك تبعث لك السائق ورجع لا تدخل المدرسة، بس شرط تشوف داخل المرآة دب أو فيل. إذا شفت داخل المرآة هذا الوجه ومشاري ما شاء الله وسيم وجميل، إذا شفت هذا الوجه الجميل رد عليه وقول لي لا هذا مو دب هذا مشاري الحلو الجميل. فيقول لي دكتور يصير أقول سويها؟ إيش اللي يمنعك؟ حطها في جيبك ما حد يمنعك، طلعها لا دب ولا فيل مشاري الحلو الجميل. قال والله سويها دكتور إن شاء الله سويها. ابتسم الحمد لله. بعدين قلت خلاص اتفقنا مشاري؟ قال اتفقنا. قلت لي مشاري عندك 100 فلس؟ قال عندي دينار. تبي دينار؟ قلت له بس 100 فلس. اشتري حبل، حبل طويل. أسبوع الأول طلع المرآة، أسبوع التالي طلع الحبل. أسبوع الأول اللي قال لك دب طلع المرآة، قل لا دب ولا فيل هذا مشاري الحلو الجميل. بعد أسبوع عندكم فرصة؟ قال عندنا فرصتين، واحدة نفطر وواحدة ناكل، واحدة نفطر وواحدة نلعب. كثير ممتاز اللي تلعبون فيها. شوف لك مكان فيه مكان الرمل اللي فيه في المدرسة وطلع الحبل ونلعب لعبة. يلا أنت مسك جانب هو وجانب، يلا 1 2 3 وجر. أكيد مشاري يجرهم كلهم بطل. بس الأسبوع الثاني راح مش هذا هو العلاج، هذا هو علاج، ما في علاج غيره. الحين أنا أقول لمشاري غير أسلوبك وغير تغذية واستمر ما أدري 5 سنوات حتى تصبح كذا، ما يهمني الوزن مو مهم، المهم هو شخصية الإنسان. فراح مشاري تحكي لي أمه تقول دكتور أنا عندي مشاري وعنده إخوانه وأخواته أخواته. فتقول أنا أجي المشاري أبدأ به هو الأول. مشاري قوم مدرسة يقول ايه خير خير ماما خير ماما، تروح وتقول الاخوات قوم قوم انت، تروح الاخوات وتغسل وتلبس وترجع ام شاري المشاري تجده ما زال يحك عيونه. فتبدا به الاول، فلما تكون خلاص انتهت منه ترجع يحك عيونه يلا قوم. قال ذاك اليوم دكتور بعد ما جاوني اليوم اللي بعده قلت لي قوم، رجعت وجدت الولد غاسل لابس جاهز متحمس وراح مشاري المدرسه. بس مسكين مشاري مسوء حظه ذاك اليوم، لا أحد قال لي دب ولا فيل. هو متحمس ويحكي لي أصبحنا أصدقاء وزرته البيت وزارني أكثر مرة وحضر معي دورة في العلاقات الزوجية عمره 12 سنة. قال أمه أروح معاكي أنت صغير علاقة؟ قال لا لا أنا ما يهمني علاقة. الدكتور يحكي بعد القصص أنا أسمعه في الإذاعة فنحب القصص يمكن يقولنا قصة أضحك شوية. وجاء حاضر معي وجلس والمشكي وكان يكتب بعد، بس لما شفته كان رشيق بعد. فمشاري يقول لي والله دكتور ذاك اليوم انا متحمس ابي احد يقول لي دب ما حد. قال والله تصدق يكونوا 3 4 عمر السلام عليكم احرك بطني شوفوني ولا شيء ولا شيء. اليوم الثاني حماسه قل يقول والله دكتور اول ما دخلت خطوتين في المدرسه واحد صغير اصغر مني هكذا يقول حتى لو نفخت فيه طير صغير دب. قال تعال مشاري يقول تعال ليش طقني؟ والله ما طقك. يقولك مقترب لا يقول ايش تبي؟ خايف منه يضربه. طلع المرآة قال لي لا شوف هذا مو دب هذا مشاري الحلو الجميل. قال لا فيل. قال والله مو فيل ولا دب مشاري. الولد يضحك مشى وجاب او تعالوا شوفوا مشاري ايش فيه. وراجعين الاولاد مجموعه دب فيل يغنون يا دب يا فيل، هو يغني معهم لا دب ولا فيل هذا مشاري الحلو الجميل. اليوم الاول والثاني والثالث والرابع بعدها لا هو عنده مشكلة يقولوا لي دب ولا أحد يقول لي دب أصلاً. لأن ليش يقولوا لي دب؟ يا ابونا يزعل. هو صار يضحك. بعدين مشاري بعد 10 أيام أسبوعين طلع الحبل، طلع الحبل. قال أنا لما ضحكت كثير على المرآة بعدين طلعت الحبل فتأخر. فقال طلعت الحبل والله دكتور جريتهم كلهم وبعدين صرت أتعامل مع 2 يلا 1 2 هما 2 وواحد 1 2 وقال جريت حتى 2 صار مشاري البطل. الحين شنو علاج مشاري؟ أعالجه الحين عليك
الصلاة على